اقتناء ملابس العيد مبكراً سلوك اعتاد بعض الأولياء عليه في الأيام الأولى من الشهر الفضيل للتخفيف على أنفسهم. الإنسان لازم يقلب على البكر باش يهني روحه من الآخر، باش ما يظلش الآخر على بال ما من السلعة الناس بدات على البكر تشري. فهمتي؟ والسلعة راهي رانا نشوفوا لهنا السلعة راهي غالية شوية، جينا نشوفوا كش ما كاين فيها المفيد هذا واش. بدينا نشرو الأسعار شوية مرتفعة، وإنما لا غالبا ما عندنا وش نديرو، سمعتي؟ لابد نفرحوا الدريرات في العيد هذا ونشوفوا كل واحد يشوف قيسه، فهمتي؟ اللي عنده يشري حوايج شويه غاليه، اللي ما عندوش وزراري كسيناهم، عندي زوج عندهم 16 سنه مساكنهم يخدموا هما باش يكسروا. اذا كان البعض من الاولياء قد وفق في اقتناء ملابس جديده لابنائهم، فان البعض الاخر قد عجز في ظل ارتفاع اسعارها. نشري على البكري زعما قلت من سبق نشري الحوايج العيد هما نقصهم، قلت بالك رخاص شويه في الديبي ايامات تاع رمضان هذا، لقيتهم يا اختي تقيس تمسي حاجه تكويك. شوف السلعه تاع العمليه تاع دروكا ما كاين والو، السوم البري تاع دريج وخلاص، شوميزي وسروال يقول لك 800 900000 خلاص. ربي يجيب الخير وخلاص اختي، هذا واش نقول. تروح الحوايج تلقى غالي، تروح الماشي الخضره الغالي، تروح اللحم غالي، تروح الكوتي اللي الدورة فيه ما تقدرش تدنا إليه. بعكس الموسم الفارط، قرر العديد من الأولياء اقتناء ملابس العيد مبكرا لتجنب غلاء الأسعار، لكنهم وقعوا في نفس المشكل على أمل ألا تلتهب الأسعار أكثر.